سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد قناه كويزين اطلس. اليوم غادي نقدم لكم البريوش. شي تيقول البريوش ولا القرص؟ بسم الله. عندي كاس ديال العصير الليمون، كاس ديال الحليب، كاس ما عامرش ديال السكر، كاس ما عامرش ديال الزيت والزبده وفانيلا وبيضه وحده وخماره الحلوى. بسم الله. غادي نبدا معكم. درت حليب دافي، غندير الكاس ديال العصير، غادي ندير هذيك الخميره ديال العجينه، ديرها تذوب مع داك الحليب والعصير. كاين تيدير فيه الزراره، واحد الحلاوه والنفس الزنجبان. بعد ما تنديرو هكا، بعد ما تندير فيه الزراره كل مره، ندير السكر، والطحين على الطحين على حسب المقادير. غندير واحد جوج معالق ولا ثلاثه، نخلطه مع هذا الخليط ونخليه حتى يخمر شويه، ونرجع ندير الزبده وندير البيضه وندير الفاني بحال هكا. ها نخلي هذا الخليط هذا حتى يخمر ونرجع معكم ندير المكونات الاخرين ان شاء الله. دابا بعد ما خمرات ها كي تشوفوا كطلعات، غادي نزيد هذاك الزيت ديال الزيت والزبده، ندير ديك البيضه، هذيك الخميره تاع الحلوه، شويه دفاني، كل واحد باش بغى ينسم، قشور ديال الليمون ولا ديال الحامض، اللي ما عندوش هاد السائله يدير الفاني الاخرى. نخلط كل شيء، نبدا نزيد دابا الدريك شويه بشويه. غرام غربل تخلطو، تنخليوها جاريه شي شويه ماشي قاصحه بحال العجينه. الديك ما عبرتوش على حساب الخليط اللي عندكم ديال الزيت والحليب والعصير. دابا غادي نبدا ندير في الديك حتى نعرف القياس ديالي. كيجي خفيف وزوين، تخلطوا شويه بشويه حتى يتخلط لكم الخليط باش ما يتكورش. نزيد شويه بشويه حتى نخلط داك الدقيق اللي عندي. نبدا نخلط حتى نكمل الدقيق اللي عندي ونرجع معكم. انا بعد ما جمعتها هانتوما كتشوفوا بحال هكا تجي رهيفه شي شويه بحال هكا،
غادي نجيب الطاوة ونقرصها معاكم. دابا بعد ما كورتهم كويرات صغار غتقرصوهم شي شويه هكا، تقرصوهم تضربو معاه شويه ماشي بزاف، ديرهمش كواري كبار، تضربو غير شويه تقرصو شي شويه هكا. حيت باقيين غاديين يتنفخو غيخمرو ثاني في الطياب عاوتاني كيزيدو غير شويه. بحال هكا ولدي، كل واحد تزيين كدهني بالصفر البيض، كترشي من الفوق باش ما بغيتي. هذا الشكل هو هذا، ندير معكم واحد الشكل اخر. جيب شويه الزيت قد الكويره هذه، ها قد هذه، غادي نبسطها واحد شويه دائريه. بحال هكا ونزيد ندير فيها الشكلاط من الداخل، نهز واحد العشق ديال الشكلاط غادي نديرو من الوسط. بحال هكا غنقادو، غادي نهز هاد النص هذا نردو على النص الاخر بحال هكا، وضغطي عليها بيديك بحال هكا كتجي بحال هكا، غنحطها في الطاوة. دابا غادي نستنى حتى تنكمل العجينة اللي عندي، كندير كويرات صغار مساعدة شوية الزيت حيت هو مرخيش شوية، ما درتوش قاسح، واحد تديري قاسح حتى يجيك العجينة قاسحة والقرص قاسح من الداخل، إلا درتي رهيب شي شوية كيجي مفشش شوية مزيان. غندير تاني معلقة ديال الشكلاط في الوسط ونرد عليها تاني داك النص الآخر بعد ما درت الشكلاط، غادي ندير هكا بحال هكا ها، ونضغطها تاني من الجناب مزيان باش ما تحلش، ونحطها في الطاوة بحال هكا. غنستمر نكمل العجينة ونرجع معكم. دابا بعد ما كملتهم قرصتهم، انا غادي ندهنهم بشوية البيض، صفر البيض درت فيه شوية الخل، غادي ندهنهم كاملين من الجناب من الفوق، واللي بغى يدير الزنجلان اللي بغى يدير لوزيفيلي اللي بغى يدير كل واحد باش بغى يزين، واللي موجود عنده في الدار نستمر حتى نديرهم ندير لهم البيض باش نخليهم يخمروا، حيت الا خليتهم حتى يخمروا واش ندهنهم بالبيض كيتفشوا. اللهم ندهنهم دابا كدهنيهم مزيان ما يتفشو ما والو، واللي بغى يخليهم تيخمروا يخليهم كل واحد الطريقه ديالو. نستمر حتى نكملهم، نجيب الزنجلان ندير لهم الزنجلان. غندير الزنجلان من الفوق، جيت نكمل الكميه اللي عندي ونخليهم يخمروا، عاد نشعل لهم التحت الفران من التحت حتى يتحمروا من التحت، عاد نشعل لهم عاوتاني الفوق. هادي درتهم بالزنجلان، نجيب داك المستطيلات غندير نتا هما ندهنهم، هادو اللي عمرت بالشكلاط
غادي يتدهنوا كاملين حتى هما، نرشهم اللوزيفيلي بحال هكا. شوية بشوية حتى ندهنهم. ندير لهم الزيتية من الفوق، تزيرها كل حساب على حساب كل واحد اش بغا يزين. نتمنى الله يعجبكم و نتلاقاو ان شاء الله في التسجيل الاخير ان شاء الله يا ربي. هذا هو الشكل النهائي ديال الفيديو، كنتمنى الله يعجبكم وتجربوه ويصدق لكم ان شاء الله. هانتوما كتايجي تيجي مفشفش، ها هو من الداخل هانتوما كتايجي، والاخر اللي معمره بالشكلاط شي تيعجب الدراري الصغار الكوتي ولا الصباح. او كيز اتاي مشحر ان الله يعجبكم هذا الفيديو، نلقاكم بصحة جيدة ان شاء الله، والسلام عليكم.